الراب بوليمانيوم كانوا اكثر طلب في الميساجات على انستغرام. بزاف تاع لي فان ديالو صيفطوا لي ميساج على قبله باش ندير عليه حلقه. وبالمناسبه هذا هو الانستغرام ديالي بيرسون بوليمانيوم. هو ما قدمش بزاف في الراب المغربي، ولكن المده اللي جا فيها قدر باش يبصم سميشو كاحد الرابرز المغاربه اللي بدعوا في التراب غير بأوبي والبوم من الكارير ديالو. تمكن باش يجمع بيبليك عرب كيدعموا حتى المامات، وكاين شي وحدين كيحماقوا على الموسيقى ديالو. واخا هادي عام ما حطش طران، ولكن راه مازال الموسيقى ديالو كتكونسوما. هادي عام 5 شهور وهو غاب. بنادم در راسو، كاين اللي كيقول بانه غابر لاسباب شخصيه، وكاين اللي كيقول بانه غابر انه كيوجد البوم. حضرنا هاد الحلقه باش نجاوب على التساؤلات ديالكم. عرفتوا شكون معايا اليوم؟ سيداتي ساداتي، مرحبا بكم في قصه لانكوني. الخوت قبل ما نكملوا، والطلب بسيط منكم، اي واحد مازال ما داش ابوني يدير، راه قايب نوصلوا على 10 كا. ومرحبا بكم في قصه لانكوني. ما بيش صري عندي بلانش بالحق ما عندي ليكش هاك تشد تلقى بونجور لافينك برنات فولا تريكا جام رافعيني ديما مطبقي لابليكا. صاحبي صاحب تعرف شنو عندي في الطن من الف سالم دينا وانا كنتي في الدم دارم لعب كيدلو تعبيني. محمد العلالي تزاد في 31/7/1994 بالدار البيضاء. المدينة عطاش بزاف تاع المواهب، وبالضبط حي بورغون اللي محسوب على عمالة أنفا. محمد غيتزاد عند عائلة مغربية 100%، من هاب بدا كيتعلم يمشي وهو مشبع بالتقاليد المغربية، وهذا الشيء غادي يأثر عليه من بعد. نهار يوصل محمد 6 سنوات غيجرب الربا ويدخل أقرب مدرسة ممكنة للدار بحالو بحال كانو. والهدف الأب بسيط بحال جميع الآباء المغاربة، هو يكون ولدهم حسن منه. في بداية الألفية الجديدة محمد غادي يلقى راسو وسط قسم في التعليم الأولي باش يكتسب معارف وثقافة اللي تساعدو في المستقبل. كانت في الدراسة تاعو بين أفضل التلاميذ، ولكن سرعان ما بدا كيتعاون في القراية ديالو، حيت غادي يرسم ليه حلم جديد قدام عينيه اللي هو يكون بوكسور. وهذا الحلم ديالو جا من بعد ما شاف جدو وشاف الماضي ديالو كيفاش كان، حيت جدو كان شامبيون دافريك جات انسبيراسيون من تما. ولكن حتى هذا الحلم ما غاديش يطول وغادي يتبدل فاش غيتلاقى هو وعشيرو غيتشافني. وكتشاف راسهم انهم كيسمعوا الموسيقى بجوج وكتعجبهم بزاف، خصوصا ستيل تاع الراب، وقرروا باش يبداو الراب واسسوا جروب اللي غادي يسميو اسيس جانغ. اللي جات انسبيراسيون تاع اسيس من البلاكه تاع عمات انفا اللي هي اليس. وبداو الحكايه بجوج، تراو اي كي اي ديالهم واحد سميتو دريزي وواحد سميتو لانكوني. كانت اول مره غادي رابي فيها محمد، هي اول مره غادي يحط فيها تراك. تاريخ 8 فيفري 2015 غادي يحطو تراك تاع سيركل فلاشين تاع اسيس جان. بينا فين زينا احنا حكينا عشانك يتسنو في الراب كنا كانت في الاول. هذا كان اول تراك لانكوني في الراب المغربي. هو نهار رابا هرب بصح في الراب، يعني 2015 شهر جوج هي البدايه الحقيقيه تاع لانكوني. وهذا البروجي جاب ستيل جديد اللي هو التراب، هو اللي كان حاكم في ديك الساعه، والدراري تاع الاولد سكول بحال الا بداو كيتنساو. ومن موراها 26 مارس 2016 غادي يجي اول كليب اسيس كان اللي سميتو غالطين. شحال هاز تحت ما عرف قلبي شحال هاز والدك الدم خاطر اللي كان فيه ريمات ناضي، وزاد عرف شويه الدراري في الراب المغربي، وتمكن كل من لانكوني ودريزي انهم يبخزوا تا راسهم باحسن صوره ممكنه. من بعد هاد التراك بشهر تقريبا حليوه صيفط ميساج لدريزي وقال ليه بغيت ندير شي لعيبه مع لانكوني. وداك الشيء اللي وقع حليوه تم هو لانكوني في التراك تاع تابعيني اللي تحط 17 جويلية 2016. حلم ديالي كان ما يكونش ليكاج ضربه وندير لاقه وليداج ودرت حاجه من الشامبي. البروجي اللي تحط اوديو والبرودوسر اللي خدم له هذا البلان هو ويست، من احسن الدراري في المغرب في البلان تاع برودوسر ميوزيك. داك الشيء علاش كاين لا كاريتي في الموسيقى تاع التراك. ومن موراها غيدخل الجروب اسيس جانك زاو سيتي، يعني دابا لانكوني ودريزي اصبحوا ضمن زاو، وغادي يخدموا بعض التراكات اونسومبل بحال البروجي تاع مي اموري. ديروا كلو شيء ليله مي اموري انا برو الحب من لور من لور ويب ستار تحس بالمانوش موري. هالتراك نهار تحط بلبلها في الراب المغربي، اول حاجه كان فيه حليوه، وفي ديك الوقيته كان حليوه هو الواجهه تاع الراب المغربي. وثاني حاجه كانوا فيه الدراري اللي شادين السوق دابا تاع الهيب هوب اللي هو محاري ولانكوني وطوطو ودريزي. حاجه غاديه غادي يكون تشيتر ناض، ودابا راه ضارب اكثر من 13 مليون مشاهده على يوتيوب. وهذه الحاجه زادت من الشهره تاع لانكوني في الراب، وغادي يخدموا حتى واحد البروجي اخر كان فيج بين حليوه واسيس جان اللي هو اليف 6. تشوفني
انا نشيل ادز في الفازه هاد التيتر حتى هو لا ينقص اهميه على الفيتشرينغ اللي دار الجروب تاع اسيس غان بحيث ضرب واحد الحصيصه تاع الفيوز اللي هي 4 مليون. من موراها اسيس غان غادي يخدموا واحد التراك راسو وكان بروجي ناضي بالشكل اللي هو بينغا بنار ضرب كلام من تحت الشلابه بلدي فهاد التيتر قصر لانكون بريمات هاربين والفلو من عالم اخر وحط بوش لاين هاربه في الكوبل الاول وهادشي هو اللي غادي يخلي التراك يضرب اكثر من 2.5 مليون تاع الفيوز ومن موراه غادي يجي البروجي اللي كانوا فيه سطوره كلاشات لبعض الروابط وهاد التراك غادي يعاون لانكوني باش يتشهر في الراب المغربي حيت غادي يدخل في بيف من بعد التراك اللي هو ميم قاس اللي كان فيوتشرينغ مع مات حبيبي ماشي لانكو هذا طبيب لك يدوي المرضى مابقاش عندك لو جدي سبوتش خبي هاد ستاك كلاشا فيه الفردة وهذا كان ميساج واضح انه كيدق عليه في بيف وهذا الشيء ولا غادي يخلينا نشوفه من احسن البيفات في الراب بالمغرب من بعد ما شاف الفردة كلاشا على انكوني وفي ديك الساعة كان الفردة كيتكلاشا مع المورفين الفردة غيجاوبهم بجوج في طراك واحد اللي هو اوبس امشي الكليب على الدو باش تقول لهم شكون الفردة انا اللي كليت لكم الحلوة شعلت الشمعة في يدي وردة الكوبي الاولى من التراك جرب تاع الفرده على المورفين وفي الكوبلي الثانيه كان فيها الجواب تاعو على لانكوني وقال الشيريمات اللي كاينين وهذه حاجه خلت لانكوني يجرب تاعو في تيتر اخر اللي هو كشكش تشكيت عليك راه هادشي اللي ربي كتب لك اي مشيت بعيد لا عوده الفلو ديالك اللي كتحطو كتعاود الرد تاع لانكوني كان في المستوى واعر بزاف قصر مزيان لانكوني فوق الانستري وهذه حاجه ذات من الاحترام بيبليك ليه حيث بين على مستوى يليق به والرد تاع الفردة ما غاديش يطول من بعد ساعتين تقريبا غير الرد تاع الفردة طراك تاع جودو اورانج فنقا ننسي عجرم بوطو كيف انت كيف طوطو بجوج ولاد الحلوة صحيبي لخطك لطوط شون كتبان بحال المستوى تاع الفردة في الرد تاعو كان هائل وناضي بحالو بحال التراك تاع كشكش صراحة صعيب تحكم شكون يربح في البيف حيت الى جينا نقولو شكون يربح راه بحالنا غادي نساليو الكارير شي واحد فيهم نتوما الدراري سمعتو التراكات غتقولو ليا في لي كومونتير شكون اللي جاكم في المستوى من مورا هاد البيف اللي كان في صالحهم جوج زاد لا نكون نخدم شي تراكات جداد بحال وقتي غالي اللي تحط فلاشين تاع اسيس غان تشيتر ناضي وهاد تشيتر راه دار في يوتيوب اكثر من 2 مليون تاع الفيوز مي غيجي واحد المشكل اللي غادي يخلي لانكوني يخرج من زاو سيتي والبلان هو ان الوين هو اللي كان كيسجل الدراري ديال زاو واحد النهار سجلوا الدراري كاملين في البيسي تاع لانكوني وقعوا شي احداث ولانكوني قال بان الوين هو اللي مسح ليه التراكات ديالو من البيسي جاو الدراري هزوا بروجيات من البيسي ديالي هزوا بروجيات مشاو فاش جيت نطلقت البروجيات ديالي ما كاينينش في ذاك البيسي اربعات البروجيات ولا خمسات مسحوا من البروجي من الباسه يعني فهمشي بلادهم باغي يهرسك وهذا الشيء اللي وقع خلى لانكوني يكيتشيزاو ويمشي يهضر مع حليوه ولكن حليوه دافع لوين وما جاش من جهته وهذا هو السبب اللي خلى لانكوني يخرج من الزاويه وكان لوين حتى هو خرج في لايف هذا على الراي ديالو دابا الدراري انا يديروني مكلخ اللي جات هذه الهضره اللي غنقول دابا منعكسه من حقه يكريتيك تخيلوني انا سوبريميت ليه لي بروجي انا كنهضر على العشرة تخيلوني سوبريميت ليه لي بروجي كيف ما قال هو وقبل ما نسوبريمي ليه قبل ما نسوبريمي ليه ديك دوك لي بروجي ديجا خرجنا بزاف لي بروجي زعما ما يقدرش يجي لعندي ويقول لي ويقول مع راساته او الويند ديجا خرج معايا بزاف لي بروجي وما تحاسب معايا ما دار معايا حتى كنت كنجي كنسجل كيميكسي ليا كيعطيني الديسك ما كيقول لي لا خلصني لا حتى حنا خوت ملي وقع هذا البلان اذا كاين شي خلل غير بسيط امشي لعندو نقولها ليه ديريكت خويا لوين بغيت نتلاقى بيك اشنو واقع علاش درتي هكا يقدر يكون سوء تفاهم وانا ديجا مسجل لك بزاف ديال الديسك وغنجي واحد النهار ونسوبريمي لك لي بروجي ما يمكنش والبروبليم اللي وقع سي كو انه لح ستوري وقال لهم الويند سوبريمي ليا لي بروجي راني بالضحك باقا في الانترنت هاي نجبد عليك لح واحد قال ستوري دازت واحد دو جوغ ولا تخوا جوغ ويقول ويلوح واحد ديسك انا اللي مسجلو ليه والمقعودة هي فيها صوتي عشي تما وانا نجهل وانا نقول مع راساتي الا مشيت تا قلت الببليك غيدورها عليا من بعد هاد البلان اللي وقع على لانكوني يبدا كارير ديالو سول هو ديجا كان فاتح شين في تاريخ 14 أغسطس 2016 غادي يحط فيها اول تراك حتى التاريخ 12 نوفمبر 2017 يعني داز عام اللي حط فيها اول بروجي تاعو وهاد التيتر اللي هو اخر نار تكلاشن يعيد ونار تخصدني سيل دام
بزاف اختاو الريسك والموت مباشتي الروفلان تاع الديسك كيلصق في الراس وصعيب تنساه. ديسك ناضي بمعنى المقاييس وبين واحد اللقطه في كليب بحال الا كيصح فيها البلان اشنو وقع ليه في البيسي ديالو تمشوا ليه البروجيات تاعو. وفي 3 جونفي 2018 غادي يجي الفيوتشرينغ مع حليو طراك كيبقاو فيه او تاني خاص حياة بلانات نوري دولار امريكان ولا ولا بوليس بحال وسطاني ديرو ليما حليو كي رابي وسيدة فمو داك البلان هو اللي كيعطينا ديك النغمة تاع الصوت اللي خارجة من فمو ممكن نفهمو فيها والو. اما لانكوني قصت مزيان كيف العادة لانكوني رابو ناضي وهاد الهضرة ما قلتهاش غير انا راه بزاف اللي قالوها منهم حليو واحد العزيز عليا كوتي بيرسونيل وكوتي راب وكل شيء وكنعرف بلي واخا باقي ما بداش لحد الان هو لانكوني ودي ديال الاسيس دريزي لانكوني ما لانكوني احسن راب هو الوحيد اللي نقدر نخاف منه. هذا الريسبي اللي جمع لانكوني مع الدراري في الطومين غادي يعطيه شعبيه كبيره بالنسبه للبيبليك تاع الراب كلشي كيحترم كلشي كيسمع الموسيقى تاعو الى يومنا هذا. وفي التاريخ 14 فبراير 2018 اجي التيتر ديال تابعيني فيرسيو دو اوكي اوكي انكوكي كانوكي ولا من زمان ولي باي خيباني انا يديكم فيتا تشوفيكم فيكم ايدي تشور اللي ختم لي هاد الكليب اللي هو علي مشبال ودار لي خدمه نقيه خلات الكليب يطلع ناضي حتى التراك راه كان ناضي وكانوا فيه كلاشات لبعض الرواب منهم لوين اللي قال لي الله يفطيك من مساوس لوين. ونقول لكم حاجه اخرى الاسلوب باش رابعنا راه ما يمكنش شي حاجه من الفاطه تيتر عاودتو شحال من مره وما مليتوش. من بعد بقى خدام شي بروجيات بوحدو وسط الراب كيتقاتل وهذوك البروجيات عاونوه بصح باش يزيد لقدام. وغادي يجي تاريخ 16 افريل 2018 فاش غادي يتحط فيوتشيك مع شيرو دريزي تراك تاع بابا فيل قاما بوينا صاحبي جمع كرك ربا في الايدا ايزيز جانك فاقو لغي هذا نسميه التراب بالروفله تاع لانكوني صار ديالو في الكوبلي. من بعد كيدخل دريزي الصوت ديالو كيعطي جماليه للتراك ولمسه فنيه ليس لها مثيل. من بعد التيتر مباشره غادي يغبر لانكوني واحد شويه ومن بعد فاش غادي يجينا الاي بي ديالو اللي غتزعزع الراب المغربي اللي كانوا فيها 7 تراكات من البيض وكحل الى الكليكه. هاد اوبي اليان احسن لي زيبي اللي تحطو في الراب المغربي ومن احسن تراكات في الاوبي غادي نهضرو عليهم في هاد الفيديو. اول تراك غادي نهضرو عليه اللي هو هي بعيد هلا انكوني غنى وما راباش ولكن وصل الى الفينينغ اللي غادي نحسو به وكل واحد فينا شد ديس وتخيلوا المخيله ديالو كيف ما بغا هو ولكن شعر بالاحساس اللي غادي يوصل ليه داك الديس. وكاين تراك واحد اخر هو ناضي سميتو حلال فمي مالي وانا طابكو اللي ما كيحملونيش طابكو صوري في الراب مقبابكو. هنا في كيبان التخصص تاع انكوني في ستيل ديالو وما كاينش اللي غايدير بحالو الاختصار ديالو فوق داكشي اللي كيبغي وكيف ما كيفهم هو وكيفاش كيقصر فوق بروجي غادي يعطينا بحالات. وما نساوش واحد الطراب اللي كان حتى هو ناضي من عالم اخر ووازل في الاوبي اللي هو بيدوك صرف مشيت كمادام ماشي غير جوجو جينيراسيون دان قدر نقول بان لانكوني هنا كلاشر دوك خوتنا كيتجاقدوا نوفيل جينيراسيون. فواحد اللقطه لانكوني كيبدل الصوت تاعو كيجيك بانه بحال ضرب فيوتشينغ مع شي واحد اخر وانت كتقول مع راسك شوش صراحة لانكوني رابور واعر بزاف وراه قال حتى دراغانوف فاش ضرب مع فيوتشينغ في الالبوم تاع دراغا لا برو جاني واجد هو اصلا كيكتب هو كيخلي الستوك ديالو في جيبو كيجي للستوديو كيجي كيما قلت لك مجتهد برو في با بيرسون طون ديالو ما كيضيعش الوقت ديالو. وفي بداية سنة 2020 غيتفرقع لانكوني بالموهبة تاعو وغادي يبدا يلعب في تراكات غيضربوا الملايين تاع الفيوز بحال في التاريخ 28 جونفي 2020 غادي تحط تراك تاع يا ليلي يا ليلي بلي خلط فيها تاع الواليلي خيبت راسك وبكي شي واليلي. هاد تيتر دار ضجة في الراب المغربي من بعد الخروج تاعو. هذا هو الارتيست اللي نقدر نقولو عليه كيبدا كيرابي وكيدير روفلان راس كيعطيك ابداع ليس له مثيل. وهاد التراك مسق لحد الان في يوتيوب حوالي 16 مليون مشاهدة. ومن بعد تاريخ 21 فبراير 2020 غادي تحط تراك ديال كنز صعبي صعب تعرف شنو عندي في الدم من الالف سالم بينا وانا كنضيف الدم. هالديسك زاد المشروع تاع لانكوني في الراب المغربي واخا تحط غير اوديو وهذه هي الحقيقه
اللي خاص يعرف البيبليك بان الالكولي خدم بروجيات ناديم ديك الفتره وفي اواخر شهر 10 من العام 2020 غيتحط اول اكستريم للالبوم تاع عربي وهذا التيتر هو زاري. غمضنا عينينا عشقا غير مياه خلا فيا ضربي مياش. هاد البروجي معادله لا حل لها. عرفتي اشنا هي زاري؟ تراك اللي دار اكثر من 33 مليون مشاهده على يوتيوب كانت احسن بريزونطاسيون للالبوم ومن بعدها غيجي الفيديو كليب تاع الالبوم اللي هو عربي. سبالة انا مش خوشي بمي صار كتشوفي على الدوام وانا باغي ندوز اوقيجا. تراث المغرب الصحراوي كان هو الديكور والباس تاع الكليب اللي عطى جمالية الصورة. فعطرات لانكوني كيخاطب الموسيقى كيقول لها واخا بغيتي تفارقيني على صحابي وكتبيني ليا راه فيك الرباح راه ما غاديش تغريني. وهنا كيهضر على لابيل اللي كيغيروا الروابا بالفلوس. ومن بعدها غيتحط الالبوم كله في يوتيوب وغادي يبلبل تاع بصح وغادي يتحط في كاع لي بلاتفورم ديجيتال. ومن احسن تراكات في الالبوم مورال. شفتك طلع ليا المورال ديما فاكونس على فيلا سربي افون. هاد التيتر من العالم ديال الفيلينغ نقدر نعطيه 9/10 وبحال حاليا حالي. بيبا قاعد نديك وشي على قبلك خاصني تجي تقبلي ليا في الاول كان جيت قلبي ليا غير بوجهك كنت جيت قلبي ليا. هذا حتى هو لا ينقص اهميه على سابقي. الصراحه الالبوم واعر بزاف سيسمعوا له الدراري راه محقق نسبه ستريمينغ عاليه على سبوتيفاي. ودابا اخر تراك محطوط في الكاري ديال لانكوني تحط 3 جونفي 2022. هادي مده عام وخمسة شهور تقريبا لانكوني ما بقى حطش بروج. اشنو هو السبب؟ هذا هو التساؤل اللي كيطرح بزاف تاع لي فان ديالو. واش كيوجد الالبوم جديد ولا المشاكل اللي وقعت ليه مؤخرا مع الصديقه ديالو؟ كلشي كيقول انه لانكوني داخل في ديبريسيون تاع الحب. ولكن انا كنظن بلي لانكوني خدام على شي بروجي ديالو بوحديش وغادي يصطمنا بشي البوم فرقع وغادي يبلبلها في كاع لي بلاتفورم ديجيتال. لانكوني من رواب المشاهدين وهادي حاجه كان في حقو بزاف تاع الناس. والموسيقى ديالو هي كتهضر عليه رغم المشاكل اللي وقعوا ليه قدر يوصل لنجاح كبير في الراب المغربي. وما يمكنش لينا نقولوا الرواب تاع المغرب وما نذكروش لانكوني. انا كنشجع كاع الدراري اللي جاوا بستيل جديد في الراب وبينوا على مستوى يليق بهم. حتى انت الى جيتي بستيل اللي شك ترابي بداك الشيء اللي كتفهم ملي تقلد شي واحد اخر راك غادي تبان وغتبرز الموهبه ديالك في الراب. غير ثق في راسك وامن بداك الشيء اللي كدير وبينوا للبيبليك احسن طريقه داك الشيء اللي كتبغي دير نتايا. ما تمشيش تقلد شي واحد وتبغي تبان عليه نتايا. ربي راه غادي ييسر لك كيف ما حاولتي نتا الراس وبالموهبه ديالك. والى هنا سهل الفيديو تلقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله. وبنساش معك ابوني ولايك الفيديو وبالضرب قول لي في الكومنتير كل رابور اللي بغيتو في الحلقه الجايه. يما غادي مريسكي موسيقى اللي باقا جايب بوكو راس لارس لارس كل ليله متاسته زاد لا كوكاينة كانت اللي في لادريس 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 راجع خطوة اللو سولو مانتي شالف وصل للكندور